السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود من جديد. إذا من أجل تجسيد الحضور اليومي مسألة لا تناقش، ومن أجل حرط العقبة مع بعض الأزلام اللي تخرجوا بأسماء مستعارة مقعور ليه الهم لك حد كجام مهيرة شد لي الكارت قيشي عايش بها غزلال. إذا ما تقدروش علينا يا الكنانم وما تقدروش المخير فيكم ما عارفش كيفاش يفسر حتى مادة جد سهلة مادة 81. إذا نكونوا في الموعد وسنقوم بتوضيح الواضحات وتسفيح التسفيحات. سنقوم بتوضيح للأغلبية ما استطاعش يا إما يوضحه يا إما ما باغيش يخرج أصلا يوضح ويتفاعل من أجل يعني كشف الحقيقة كشف المستور ويريح هاد الناس اللي جالسين مشوشين. علاش ما بغيناش حنا نخوضوا في هذا الموضوع؟ لان الاغلبيه ما فاهمين التوزه، بمجرد تلوحوا شي حاجه يبداو تيتناقلوا يديروا على دي برودوي اخر، يديروا على شي منتوج اخر وينسبوه لروسهم كون غيعترفوا بعدا. هما الاغلبيه كبن هرقن يقشعابل، وميم اللي جالسين داخل لجان ما عارفينش اش كاين، ما عارفينش كيفاش يفسروا هذاك الشيء. مع احتراماتي لبعض الاخوان، ومن هنا من هذا المنبر تنحيي الاستاذ السي غماميط اللي كانت عنده بعد الشجاعه وخرج بعد تيوضح نسبيا هذا الشيء ديال السنوات الاعتباريه. اذا خلال واحد المباشر غادي يعني نديروه دابا بعد شويه بعد هذا الفيديو ندير واحد المباشر وغادي نوضحوا لكم اولا علاش الافواج من 93 حتى 97 عطاهم سنوات جزافيه تحتسبوا في السلم الحادي عشر. إذا نكونوا في الموعد ما فيها باس نوضحوا بعض الأمور ولو نسبيا. يلا تبارك الله عليكم دور 120.